حميد نوري الشارف كلمة توجهها لهذه القنوات المغرضة. نقول لجميع شعبنا ولجميع الناس والمخلصين والثوريين، لا تسمعوا الإشاعات المغرضة، ولا تفتحوا القنوات المأجورة، القنوات التي تسيلها وتمولها إسرائيل وتمولها أمريكا والعمالة العربية والعمالة الرشية العربية، هي التي تمول الدول القنوات اللي تبث في الإشاعات المغرضة. 6 قنوات أو 7 قنوات ليس لديها شغل إلا ليبيا، إلا الجماهيرية، إلا القائد، إلا الثورة، ليس لديهم أي شغل آخر، ليس لديهم أي عمل آخر. التوجه كله إلى ليبيا، لأن ليبيا قلعة صمود، قلعة تصدي، هي الواجهة الوطن العربي، هي وجه أفريقيا، هي وجه أوروبا، هي وجه آسيا، هي وجه أمريكا اللاتينية. جميع المؤتمرات القومية العالمية تقام على أرض الجماهيرية. هذا ليس عبثا، وهذا ليس كذا، هذا وراه مخطط نسيج إرهاب صهيوني أمريكي رجعي، متحالفين مع الرجعيين اللي برا موجودين. وليس لي أن أقول، نحن في ذلك معمر ولأبناء معمر، وسوف لن نرضى بأن نسلم معمر وأبناء معمر. شكرا، شكرا حميد نوري الشارف، شكرا.